والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو اليوتيوب افتتحه بزيد. روح بدري من المدرسة، شاهد من حصة الرياضة. شويش طلع سخن يا امو، شو اسوي انا سخن يعني؟ ايش مثلا ايش الطبيخ نازل عن النار شو بكون؟ المهم هينا طبخنا اليوم، وزيد بدي يحكي لنا رأيه في اللحمة المشوية. شو رأيك شريف؟ شو رأيك؟ امبارح ناس بيسالوني عن جد هو له اسمين، اسمه شريف واسمه زيد. ما بيعرفش، بتعرفش اسمي؟ فانا بقول لكم يعني بسم الله. كيف؟ بسم الله. ساكي بدي هوت صوص شطه، بدي طول شطه. هي هي الطبخه في الباب تبع الثلاجه. شو عوين 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 قلت؟ تعال تعال، يما الطاولة في المطبخ، وطاولة في قدام الدار، وفي طاولة كمان هذه كمان بقعد عليها، ما هو كمان بياكل ويسكم. ليش فوق؟ ليش ليش فوق؟ ليش الأكل فوق؟ إحنا عندنا مطبخ فوق، إحنا عندنا مطبخ في غرف النوم، عندنا مطبخ في غرفة القعدة فوق، عندنا مطبخ في السيارة، ما كان عادي توني تفرجت على التلفزيون بدل ما تاخذ صحون ويقعد بقعد لبكره لبين ما ينزل الصحن. بده مواصلات، بتنقطع المواصلات لما بده ينزل الصحن. يعني الواحد بيجلي في النهار مش عارفة كم كاس وكم صحن كل يوم، مش عارفة كم كاس وكم صحن في النهار بجري. بعدين لما بنادي على ليان بقول لها تعطوك بالجلية ليان، تيجي تقولي من وين اجى كله هذا وليش هالقد حاطة؟ طب ما هو مين استخدمه هذا اللي هون مثلا؟ مين؟ اجوا الجيران جابوا جليهم عنا، طبخنا للجيران وجلينا جلي الجيران. ما هو انتم، هو انتم قولي لمحمد ينزل المطبخ بالله اللي في غرفته، خليني اجليه بالمره. الله يكون بعونك. اطلبي مواصلات، اطلبي لك تاكسي ولا اشي، اطلبي لك تاكسي، خذي لك مواصله اوبر، خذي وخذي طلب اطلعي فوق، خذي لك باص ولا طياره اسرع. وروحي قولي لمحمد نزل المطبخ اللي في غرفتك لماما. شو شايفه وجهي بحكي هلا؟ طلعي فيه، شو شايفتيه بحكي وجهي؟ شو شايفتيه هلا بيقول؟ بابا كان يخايله ولا تطلع فوق downstairs. ولا تطلع تنادي اخوها، قول له نزل المطبخ عشان ماما تجلي وتطلع ترتب غرفتك شوية. مش عارفة هالولاد هذول ايمتى بدهم يبطلوا ياخذوا اكل وشرب فوق، مش عارفة. يا محلى ومهوى لما كانوا صغار، لما كانوا صغار كان الواحد يحكم كل هون على الطاولة، اقعد هون على الطاولة، ممنوع تقوم ويردوا عليكي، او احط لهم مشمع صغير هيك على ارض المطبخ واقول لهم تعالوا هو اقعدوا كلوا ياكلوا محلاهم، كنت احكمهم. هلا والله ما بحكم ولا واحد فيهم، هلا ما بشوف الا صحون يمين صحون شمال كسات. كيمتى بعرف انه في صحون فوق؟ لما بفتح الخزانه بلاقي انه صحون ناقصه، كسات ناقصه، بعرف انه في الغرف. احنا لازم في كل غرفه نرفق لها مطبخ. ها بعرف شو عندنا هلا، اهم شيء اللي عندي بدي الجلي ينضب، لانه محمد هلا بدي نزل المطبخ اللي عنده، هلا ببلش شو اسمه. طيب فضي لي الجلايه كمان عشان اعبيها بالمره، مش راح اجلي فيها اليوم لبكره، بس بديها تتفضى لانه جلي محمد بجليه على ايدي عشان ما يطولش هلا عشان ينضب كله. المهم بحكي دوش يعني
اولادك صغار كيفي وانبسطي تحكميهم في النظافه في الترتيب. لا بدك تضبي الجد اللي على المجلب ليان تزعلنيش هلا كفي زعلني. المشكله بيكونوا قاعدين نهار طول متنكين متنكين سووش شيء. مستعد الواحد تقعد لها 6-7 ساعات تتفرج على التلفون وعلى الكمبيوتر وعلى الابصر شو عادي بتعبوش. بس تعالي ليها تعضب بالجيلي ثلث ساعة بياخدها بتتغلى. بس انا اقولي انا دازني. يعطيكي مليون عافية ان شاء الله. الله يكون بعونك. مهمش. يلا بنمون عليك. يلا بعينك. تحملينا. تحملينا. حملينا. والله جيل بقولكم ولادك صغار كيفهم بستي هلا لانك حطيتيهم تحت امرك. بكره بس يكبروا اكثر. شو سمع؟ اجا بعطيها درس في الدين زي. This daily lecture. بعطيها درس. Yeah, your daily lecture. خلص انت وياها. سمعنا من الغرفة من تحاور يعطيها يقولها اصلا انت محظوظة للام بتنادي عليها اكثر واحد هو ربنا اختاره من انه يكون يعني ياخذ رضا الام تعطيها في العبرة. المهم هلا هي خلصت جليل الله هذول مبارك يمكن حطيتهم بالصحن هي المهم. استنى في محمد نجيب يبلش ينزل المطبخ اللي في الوسط. بعرف ايش احمد طالع زيد بيسوي في الكمبيوتر و بينا نايم وانا بجلي وبغسل بينا تعبانه مريضه لانه انها مرشحه وش المهم. بعد تعرفوا هاي عرف صاحبتها تعبوا لهم اسبوع يشتغلوا ومريضه. المهم انا كنت بخلص الجلي وبغسل كنت ناوي اطلع السوق اكمل اكم غرض وصلوا من عارفه ابو احمد يجي عنده واحد صاحبه يجي يتعشى انه زلمه كبير في السن عايش لحاله يعني من يمكن في السبعين ترى عمره صح يا نائل في السبعينات ترى مايك لا 73 ابو احمد يعني تعرف عليه زمان من خلال شغله وسبحان الله ضل يعني صحبي معاه هيك يعني انه تعرف هو بيسال عليه يعني الامريكان مش زي عاداتنا المسلمين وهيك لما تشوفي هاي تحمدي الله على نعمه الاسلام يعني قديش احنا بنكون بارين بوالدينا لما بيكبروا بالعمر. هذه من الشغلات اللي فعلا بتاثر فينا بنحزن عليه لانه زلم كبير بالعمر بروح على الشغل حرام في السبعينات بيشتغل ولحاله في الدار ولما اجى ينقل من دار لدار ما لقاش حدا يساعده. اتصل في ابو احمد ابو احمد راح نقل معاه اغراضه وهيك هلا بقول لي عشان ساكن في الدار عندنا اكل اقول له يجي ياكل صار قريب علينا. قلت له عندنا زياده احنا وسهله ماما ودي كبشه. ما اكلتيش انت؟ عملت لحمه مشويه ما شفتيش؟ فكرتك لما سالتيني اكلتي. No, I just ate a couple snacks. طيب المهم هي في عملت لحمة مشوية بالفرن إذا بدك كله في شقفة ضايلة عشان نحطها للزلمة صاحب بابا. فلمن قال هيك حرام بحزن عليه بضل يسه في إيده مثلا تعال كل عاملين كذا مثلا بتشوفي الشفقة هيك لما تشوفيه مش قادر يا حرام يمشي وتعرف إنه هذا هو بيغسل لحاله بيطبخ لحاله بيجلي لحاله. فيش في اخر اللي بضلوا قاعد موحد لحاله لا مثلا ابن لا حفيد يطل عليه لا كذا يعني بتحمدي الف مليون مرة. انت يعني ربنا على نعمة الاسلام كيف احنا قديش الدين حطنا على بر والدينا بشكل يعني مش طبيعي يعني يعني بعد رب العباد حط وبالوالدين سبحان الله يعني احسانا ديننا نعمة الحمد لله. فبقول لي بدي يجي هيك فقلنا بدنا نسخن له هلا يتعشى الزلمه. بتعرفوا يعني بقول بلكي ربنا يعني ان شاء الله يعني نعم يا حبيبتي. لا doesn't بتقول يعني كل هذا معناته انه انا بنتك المفضله من بين كل اولادك.
لا ما عنديش مفضل، بحبكم كلكم نفس الشيء، بس الله بده يعطيكي اجر وثواب زياده، عشان هيك بناديكي تعضب بالجلي، يعني بتاخذي حسنات زياده عنهم. طيب يعني الله راضي عليك، يعني الله بحبك. المهم فا بدي اروح هلا اكمل و... نعم يما. ها بقى هيك، هذا بس يعني بحكي زي كيف يعني عادي بحكي معاهم، مثلا مش اشي كثير اني طبخت اليوم اصلا. المهم شفتوا وصورت لكم زي الاولاد كثير انبسطوا على الاكل، من الشغلات اللي سهله عندي قلت لكم، من كتر ما عندي ضغوطات وحس حالي مبربش مش مرتب مع قصة السفر، صرت استسهل الشغلات اللي هيك بتشوي. قومي بلشي ضبي فيها الجلي يا بنيتي، بلشت اضب، تعرفوا في هاي الشغلات، فلقيت شغلة الشوي الشغلات السهلة هلا هي اسهل اشي الي للطبيخ، ما عنديش وقت كتير اقضي في المطبخ في الطبخات، فصرت ادور على الشغلة السهلة، يعني اشوي دجاج، اشوي لحمة، اشوي سمك، عمل قلاية بندورة، عمل يعني هالشغلات البسيطة هدول الأسبوعين، لأنه مناسبات عنا وسفر وترتيب وتنظيم. فبقولكوا وبدي أرتب الدار كمان، حاسة تعرفوا كيف اللي برتب قبل كن عنده مناسبة، أنا هيك برتب كمان قبل السفر. فهذا هذا اليوم تبعنا هيك كان حتى الآن، وخليني هلأ أروح أعمل كاسة شاي، وبعدين بدي اروح اصفط غسيل، كم تصفيط غسيل بحكي معك وبركي وانا بصفط الغسيلات ان شاء الله. This is you. ابو احمد يروح يصلي، زلمه اجى خش ابو احمد يصلي، وانا بدي احطه اسخن له العشاء عشان ياخذه معاه بالمره وهو طالع احط له رز. فكرت عندي برغل ضايل، بس ما شاء الله مش ضايل عندي برغل، ضايل عندي بس رز، بحط له رز، بحط له لحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، مسخنها ما شاء الله. لما بيجي عندنا بحب الأكل العربي كتير كتير كتير، بحب الأكل العربي، بكيف على الأكل العربي، ومرات لما يكون عندنا يزيد الصحن ورانا بقول لي حطي لي إياه، حطي لي إياه أخده معايا، ما شاء الله بحب أكل. بطول شقفة اللحمة أكيد، لين خليت لك رز هيني، خلي لك رز. ما انا عارفه بس يعني هو اصلا هو بحب الرز هذا السلام. خلص لا هاي شقفة لحمة الي، هاي احط له شقفة لحمة واسخن له اياها. ليش تنتين احطه؟ بكلش تنتين حرام، بتروح خسارة. ها بابا اكل هذه شقفتك، انا حطيت. بسم الله مين كولن. حطيت الصينية لأبو أحمد هيا، وأخذها يطلع فيها فوق، أعطاها أجا صاحبه، طلع بدي يتعشوا، وأبو أحمد هو أصلا متعشي بس صاح بدي يتعشى وبدي يحضروا فيلم فوق هذا الزلمة. فالمهم بحكي لكم كيف إنه يعني والله إنه الواحد بحزن، والله اني انا بحزن عليه، وبني حرام هلا دخل وسلم علينا وهيك، مش سلم علينا يعني مرحبا، حتى هو بيعرف انه احنا المسلمين يعني بنسلمش وهيك، تخيل يعني لدرجة كيف انه بيحترموا الدين تبعنا، يعني بيعرفوا انه المسلمين بيسلموش، عرفت؟ بقول لك مرحبا هيك من بعيد، كتير محلات هون يبروا عليهم انا بيعرفوا انه بيسلموش، فبقولوا لك هيك مرحبا من بعيد على الهاي. المهم الله يويلي عليه، يدوب قادر يمشي هيك بجر في حاله جر، فقاعد بقول انا يويلي عليه هذا، لما بده ياكل ولا ما بده يشرب يا حرام، ولا بده يقوم ولا بده يعني بجله لحاله وبقعد يغسل، والله انه قطع قلبي قسما، حزنت عليه يا حبيبتي. ليش بال بلوزتك؟ مش قلت لك بدنا شو اسمه اللي عندك تصوري فيها؟ روحي لورا. طيب او سوي الجلايه كمان. فالمهم اللهم صل على سيدنا محمد. قلت بدي اكمل انا تصفيط غسيل ليان. يلا يا مع خزانتك، بدكيش تضبي الجلايه، اتركي الكاميرا تصبيش. ليان بدك تعالي اقعدي على جنبي هان. اوكي على الجلايه، طلع علي يا على الجلايه، بتروح تضبيها على الخزانه تبعتك. الي اسبوع
نشفان ريقي وانا اقولها روحي ضب بها الخزانه روحي ضب بها الخزانه. But I just cleaned it like last month. هو انت لو كل يوم بترتبيها انت انطلتي بلوزه بتنكش راس الخزانه والله بس بتسحبي بلوزه هيك بتنكشها لراس الخزانه مش عارفه انا ليش يعني صعب تعرفي انا كيف بتعرف انا كيف بعرف انه حدا خاشش خزانتي العبايه تبعتي تعرفوا انا كيف بعرف انه حدا داخل خزانتي لما انا صفطت الاوعيه لما بسحب البلوزه او البنطلون بسهوله هيك بسحبها سحب بعرف انه بناتي اخرسي بحكي لما بناتي بدخلن على الخزانه تبعتي حتى المعلق بعد ما يطولوا ويرجعوا يعلقوا بدهم شيء بتلاقيها مشنقله هيك العلق وحده هيك وحده هيك وحده هيك وحده الاواعي بسحبوا هيك البلوزه تلاقي بنطلون داخل بنطلون طالع بنطلون نازل بخلطوا البنطلونات مع البلايز يعني هيك بعرف انه حدا خاشش على خزانتي لا عاتقين خزانة ابوهم ولا عاتقين خزانتي الله وكيلكم ملحقات على اواعي ابوهم وعلى اواعيه والله وحتى لا واحكي بشارة خير اقول لكم كمان والله وملحقين على اواعي اخوتهم انه يا ليان ملحقه على اواعي اخوتها تبقى رايحه على احمد محمد وزيد بدل بس بلوزتك هاي بدل بس بلوزتك هاي مش عارفة انا الاواعي اللي انا بشتريهم انها وين بروحوا طب ليش نشتريهم كان بدك اوكي the people clothes I wear is sometimes Dana's I rarely wear Dana's طب ليش بنشتري الكواعي احنا يا ماما most of the time Baba's ابوها ودانا واحمد اها بس من محمد بتلبسيش بالضبط المهم يعني المهم بالضبط بقول لكم المهم والله ما انا عارفه ليش بشتريهم اواعي عم لحقات على اواعينا هذا جيل اليوم جيل مش عارف الفالسو هذا جيل فالسو جيل فالسو مش نافع في اشي والله ما هو نافع في اشي هالجيل وانا بموت عليكي موت بحبك روحي رتبي خزانتك وتخلينيش اعيد صدقي اذا بخلص تصفيط غسيل وقمت يا خزانتك ما هي مرتبه يا ليان الا اعاقبك هيني بحكي لك طيب يلا مع السلامه المهم اختي بردش هالجيل بردش علينا يعني انا بصراحه قد ما يعني مش لاقي حل والله يعني انا من الاميات بطور روحي بس يا اختي هدول اولاد وجيل اليوم مش زي جيلنا احنا جيل زمان كان يعني اكثر يشتغل هيك بقلب تلاقي بيحب يساعد تلاقيهم بتباهوا البنات لما الوحده تساعد ايش حبيبي ايش بدك بسجل الوحده عشاني بسجل هلا مش قادرة احكي ولا كلمة بس بوعدك هلا بس اخلص سجيلي انا راح اجاوبك على هذا نائل بتشوف ان ما حكيت له شوف ان ما حكيت له والله بتشوف الله يهدي هذا الجيل الله يهديه ويهدينا الله يهديهم هالجيل ويعطي الاميات طولة روح وصبر لأنه والله إحنا ما كنا هيك جيل زمان والله إحنا كنا الشاطرة بدها تساعد إمها عشان قال إمها تقولها الله يرضى عليك والله إنك شاطرة معدلة كنا نكيف على هالكلمتين الله يرضى عليك شاطرة معدلة شو نصير نرقص عليها أنت هلأ الله يرضى عليك ويا حبيبي ويا نور عيني ويا أمه ويا قلبي ويا أبصر شو وبعطيك وبسوي لك وعندهم كل إشي دلال من البدخ بدخ صار من كتر الدلال ودوب برد عليكي هالجيل المهم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خليني اخلص تصفيط غسيل واروح اضبه لانه ما شاء الله لو تشوفوا قديش اليوم كمان صفطت غسيل والله زي المن نبع عندي نبعة عندي الغسيل والجلي انا نبعة بوقفوش ما شاء الله يلا يا حبايبي ان شاء الله بشوفكم بكره في الفيديو جديد ابصر شو علينا شغل بكره انا وياكم ما هي زيكم بتشتغلوا يلا واللي مسافرين شدوا حالكم بلشوا رتبوا شناتي على السريع ما تضلوش قاعدين لاخر دقيقه وتنزنقوا وضغط اعصاب من هلا بلشوا رتبوا شناتي كل مسافرين زي حالاتي يلا تصبحوا خير حبايبي.